ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في السودان والمساعي الدولية لحل الأزمة، نستقبل من الخرطوم الأستاذ ماهر أبو الجخ، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد ماهر. إلى أي مدى ترى أن جلسة مجلس الأمن التي انتهت منذ ساعات كانت لها إيجابية على الوضع في السودان؟ كيف قرأت ما جاء فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات، وعلى صباح الخير أيضا للزملاء في قناة التحرير الإخبارية والأشخاص. في تقديري أن الجلسة هي ناقشت مجمل الأوضاع المختصة بتطورات الأوضاع في السودان. من الواضح بأن هنالك تقييمات لما يحدث حاليا على مستوى الأرض. واضح تماما أن معظم أو كل المتحدثين يبدون قدرا من الإزعاج الكبير فيما يتصل بتدهور الأوضاع على المستوى الإنساني والخدمي وحتى سيناريوهات المستقبل في حالة استمرار الحرب. واضح أيضا بأن التوجه العام هو ضرورة إقناع الأطراف المتحاربة في ضرورة تطوير عملية الهدنة الحالية لمسألة وقف إطلاق نار سواء كان مؤقت أو دائم بين الطرفين، ومن ثم الانتقال لنقاش للقضايا الخلافية التي كانت سببا للحرب. هذه القضايا متفق عليها، ولكن أيضا من الواضح أن هنالك تلميحات وقضايا غير متفق عليها، بما في ذلك مسألة لأي مدى يمكن أن يحل هذا الأمر بشكل داخلي سوداني سوداني، أو بأن ما تمت الإشارة له من قبل المنظومة الصين بأنه هو يحترم سيادة السودان ووحدته. وهذا أيضا يرتبط أيضا بأبعاد أخرى باعتبار أن هنالك قضايا ذات طابع إقليمي هي أيضا محل خلاف بين الأطراف الموجودة في مجلس الأمن الدولي. ولذلك في كثير من الأحيان فإن المواقف من القضايا لا تتحرك من موقع المواقف المبدئية أو المواقف المرتبطة به لأي مدى هذه الأوضاع تمثل خطرا وضرا، لكن يتم النظر إليها باعتبارها قد تكون سوابق سياسية لقضايا مماثلة قد يتم النظر إليها، مثل ما حدث في الجلسة المشهورة بالشكوى السودانية المصرية في مسألة موضوع صد النهضة. يومها الصين كان موقفها بأنها هي لديها نزاعات نهرية، وبالتالي هي كان موقفها من هذا الأمر بخلاف الموقف المبدئي والموقف المنطقي والموضوعي فيما يتصل بهذا الامر، كان موقفها يتحرك من عدم رغبتها في خلق سوابق قانونيه، وبالتالي هذه ايضا من الاجراءات التي تحكم المسار العام في المواقف الاقليميه والدوليه او المواقف الدبلوماسيه بشكل عام. لكن بشكل عام عفوا بشكل عام فان المسار العام الواضح من هذه الجلسه هو ان هذه الجلسه هي الجلسه الثانيه التي تعقد منذ اندلاع هذه الحرب. والنقطة الثانية أن هنالك إجماع على أن الأوضاع هي أوضاع جد خطيرة، هي تحتاج فعليا إلى أن مسألة الصراع العسكري هو لا يحل هذه الأزمة بشكل منفرد بمعزل عن بقية الخيارات. وعلى النقطة الثالثة أن هنالك حوجة ملحة لتطوير مسألة الهدنة أو الهدنات المتكررة لما يشبه وقف لإطلاق نار بشكل مؤقت أو وقف لإطلاق نار دائم، وضرورة أن تكون هناك مباحثات بين الطرفين باعتبار أن القضية الأساسية التي ترتبت عليها وأحدثت هذا التوتر هي الناتجة عن أن هنالك تباين واختلافات في وجهات النظر في عدد من المسائل المتعلقة بمستقبل قوات الدعم السريع داخل الجيش. وهذه من القضايا التي فعليا يمكن أن تحل بشكل عسكري بشكل حاسم بأن ينتصر طرف على الآخر، أو يمكن أن تحل بشكل تفاوضي وبشكل يقوم على الحوار. هذا التفاوض أيضا في ظل الظروف الحالية أيضا سيكون محكوما أيضا بحالة الشك والظنون والصراعات والدماء التي سالت بين الطرفين، بالتالي هذا سيحتاج ضمانات أكبر ومجهودات أكبر لإقناع الطرفين بأن ما سيتم التوصل إليه هو يمكن أن يتم تنفيذه. لذلك هذا هو التحدي الرئيسي في رأيي، أن يتم التوصل لمسألة وقف إطلاق النار. طبعا الحرب الحالية هي حرب كارثية رغم أنها حرب صفرية، من الواضح أن حتى اللحظة وهي تدخل يومها 13 تقريبا هي حتى اللحظة هي في حالات كر وفر، وهنالك خسائر وسط المدنيين ممتلكاتهم وأرواحهم. نعم. وهذه المسألة هي أيضا لديها تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على كل الفئات. لذلك أنا أعتقد بأن التوجه الأساسي في هذه الجلسة هو التأكيد على الاهتمام الدولي بمسألة الصراع والحرب في السودان ومأساتها
وضرورة الوصول لإجراءات تنهي الحرب. والدليل على ذلك هو أن هذه هي الجلسة الثانية منذ بداية هذه المواجهات، وهذا أيضا دليل على مسألة الاهتمام بالشأن السوداني وإعطائه الأولوية والبحث عن حل هذه الأزمة. نعم نعم أستاذ ماهر، لكن هناك جلستان الأسبوع الماضي وجلسة اليوم، إلى أي مدى هذه الجلسات ترقى إلى توقعات الشارع السوداني، إلى توقعات الشعب السوداني لحل الأزمة؟ يعني أنتم ما الذي كنتم تتوقعونه من هذه الجلسة، وهل هي خرجت بشكل يرقى إلى هذه التوقعات لحلها؟ لا، هي على المستوى الشارع السوداني كان أتوقع أن تكون مخرجات وخلاصات هذه الجلسة هي خاصة بعد تصاعد أوار الحرب في الأيام الماضية. الشارع السوداني توقع أن تكون هذه الجلسة ذات قرارات أقوى من القرارات التي صدرت عنها في الحد الأدنى، أن تؤسس لخارطة الطريق في الحد الأدنى ومواقيت زمنية وتوجيهات صارمة ورسائل مباشرة لكلا الطرفين بضرورة أن يتم إيقاف هذه الحرب، وضرورة أن يتم الوصول لوقف الإطلاق نار بشكل مؤقت أو بشكل دائم، وضرورة أيضا التلويح للطرفين بحزمة حوافز أو عقوبات إذا ما كان هنالك طرف الذي يلتزم بهذا الأمر. ولكن حتى اللحظة واضح أن المعيار التوازن ومعيار عدم الدخول في تصنيفات مع أي من الطرفين، وفي ذات الوقت لعدم عرقلة أي مساعي للوصول لسلام وتواصل بين الطرفين، أعتقد أن هناك عوامل ذات طابع دبلوماسي هي جعلت جلسة اليوم هي تبدو أنها هي كأنما هي تعطي مؤشرات عامة لما يجب أن يحدث دون الصيغة الإلزامية. لكن في ذات السياق هذه الجلسة تختلف عن الجلسة السابقة، بأن هذه الجلسة جرت والحرب قد دارت روحها في أيام أطول وخسائرها باتت أكثر وضوحا، ومسألة فرضيات أن إمكانية يتم حسمها بقوة السلاح وبالعنف هي الآن واضحة للعيان، بأن هذا الأمر قد يحدث ولكن ولفته الإنسانية والبشرية قد تكون كبيرة، لأن هذه المواجهات تدور في العاصمة وفي منطقة مأهولة بالسكان، ولذلك هذا الأمر أيضا بات أكثر وضوحا. صحيح أن هذه الجلسة مقارنة بالجلسة السابقة كان الآن هناك حديث مباشر عن عوضا عن الجلسة السابقة كان هناك دعوات ومناشدات لوقف إطلاق النار فقط هكذا، ولكن الآن هناك حديث عن مسألة ضرورة تطوير عملية الهدنة الحالية لوقف دائم لإطلاق النار. هناك أيضا حديث عن وجوب أن يكون هناك مباحثات مباشرة بين الطرفين في إطار سياسي، وأيضا النقطة الثالثة وجوب أن يتم كل هذا الأمر كجزء من الواقع السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني المشروعة في أن يؤسس لوضع حكم ديمقراطي انتقالي يعبر عنه. بالتالي هذه أيضا متحولات نتيجة للمتحولات على الأرض نظرا لتزايد الكوارث الناتجة عن الحروب التي دارت في المواجهات التي دارت في الأيام الماضية. ولكن بشكل أمين التوقعات كانت المستوى السوداني، التوقعات كانت أن تكون الجلسة أكثر وضوحا وأكثر حزما اتجاه الطرفين، ولكن يبدو تقديرات الدبلوماسية والسياسية والسياسة الخارجية والسياسة الدولية وتوازن الأطراف والأقطاب داخل مجلس الأمن وخاصة الأعضاء الدائمين ربما كل هذه أفضل في خاتمة المطاف أن تكون الجلسة في شكلها الحالي، مع ضرورة التأكيد على نقطة رئيسية بأنه لم يشيش صوت يتحدث بأن ما يحدث في السودان هذا هو شأن داخلي ويجب أن يتم الامتناع عن التدخل في هذا الأمر، ولذلك بشكل عام طبعا الموقف الرسمي السوداني هذا شأن منفصل، ولكن يتحدث عن الأخطاب الأساسيين والأطراف حتى الدول الأخرى المشاركة هذه كلها كانت تتحدث بشكل رئيسي وبشكل مباشر أن هذا الأمر يجب أن يتم مراعاته واستصحابه باعتبار أن استمرار هذه الأزمة سيكون لديه تداعيات إنسانية وسياسية واقتصادية وحتى تداعيات تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولذلك هذا أيضا قد يكون خطوة الأمام ولكن خطوة متساقلة الخطى. توقع الناس في السودان أن تكون الخطوات أكثر سرعة، ولكن يبدو أن هذا هو الممكن في إطار هذه التوازنات الداخلية الموجودة على المستوى الإقليمي والدولي. نعم، يمكن مندوب السودان لدى مجلس الأمن طالب بأن يكون
الحل داخلي ورفض أن يصف ما يجري في السودان بأنه حرب أهلية، وقال دعونا نترك الحل للفاعلين الإقليميين، أولا الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، الدول المجاورة. إلى أي مدى هذه الأطراف قادرة على مساعدة السودان على حل أزمته؟ طبعا سعادة السفير السوداني الموجود في الأمم المتحدة وفعليا بعث يعبر عن وجهة نظر طرف واحد، باعتبار ان الامر الواقع الان هو يتم النظر لقوات الدعم السريع باعتبارها قوة متمردة ومحلولة، وبالتالي هو يتحدث عن السياق النظري، ولكن من المآخذ على خطاب مندوب السودان انه اغفل الجانب نظرا للنصف الاول من الكوب، وهو الجانب المرتبط بالجزء السياسي من الازمه، وهي المرتبطه بالصراع واطرافه وتحركاته والمشكله وكيف يتحلها، ولكن واغفل جوانب رئيسيه ارتبطت بهذه الازمه وهي ذات الاكثر تاثيرا، وهي المرتبطه بالجانب الانساني والتداعيات المترتبه عليها والسيناريوهات التي ربما تقود هذا الوضع للانفجار، وبالتالي هذا الامر قد يحدث ايضا قدر من الاحباط لدى السودانيين والسودانيات باعتبارهم كانوا يتوقعون في الحد الادنى ان تحظى هذه المآسي وهذه المصاعب بقدر من التركيز، ولكن التركيز هو كان تركيز سياسيا باعتبار انه ربما تكون البعثه السودانيه في الامم المتحده كانت تتحرك وفق اليات انها تخشى صدور قرار ملزم او يمثل كرت ضغط على الاطراف المصارعه بهم في ذلك الجيش، وبالتالي هم يريدون ان يتجنبوا هذا الامر، لكن هذا سيكون مخصوما منهم باعتبار انهم لم يشيروا للمسألة ذات الطابع الإنساني وذات الطابع الاجتماعي، هذا كان أمرا متشا أن يتحدث عن إجلاء الرعاية ولا يتحدث عن سلامة مواطني دولته وما يعانينه من مشاكل وغيره، وبالتالي كان هو يعني خطاب كأنه يتحدث عن يقدم مرافعة لطرف ولا يقدم مرافعة لوضع عموما، هذا أمر يختلف فيه الناس في تقييمه. ولكن عودة لسؤالك بشكل رئيسي، أنا أعتقد بأن المشكله الرئيسيه ان التحرك الاقليمي المرتبط مثلا بالايجاد هو مرتبط ايضا بنقطه اخرى، هي مرتبطه بالاتحاد الافريقي، لان الفاعلين الان غير قادرين على الوصول للارض، لكن في تقديري اعتقد بان عمليات الاجلاء التي تمت خلال الايام الماضيه من خلال عبر مطار وادي سيدنا هي فعليا قد تحل جزء من المشكله الناشبه عن صعوبه وصول القيادات الافريقيه ورؤساء الدول، وبالتالي اعتقد بان تجربه الاجلاء من مطار وادي سيدنا هذا قد يكون خيار لتامين وصول فخامه الرؤساء القادمين للسودان، لكن كل هذا وجود فاعلين على الارض قادرين على التواصل مع الاخرين. لكن استاذ ماهر، كل هذا طبعا يؤثر بالسلب على الاوضاع الانسانيه في السودان. شكرا جزيلا لك ماهر ابو الجوخ الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.